السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة شهية. النهاردة يوم جميل ويوم مميز وساعة شهية جديدة وأكلة شهية جديدة. معايا ضيف عزيز على قلبي، تعالوا الأول نرحب بضيفنا وبعد كده نرجع ندردش مع بعض. أهلا وسهلا شيف بدر. أهلا بحضرتك شيف رائد، وأهلا بالسادة المشاهدين في كل مكان بيتابعونا. ربنا يبارك في حضرتك، نورت. كانت صحة وجمال، ربنا يكرمك. شيف أحمد مساعدنا الجميل، أهلا، أخبارك عامل إيه؟ كويس الحمد لله. حبيبي تمام. شيف بدر، سريعا كده عايزين نخش في الموضوع، لأن أنا شايف إن الحلقة لازم نخش فيها في الموضوع على طول، لأنها حلقة دسمة. ويا جماعة اللي غاوي أكل ياكل، واللي حابب مطبخ يتفرج معانا على الحلقة دي، واللي حابب الأكل انا مش عارف اقول ايه بصراحه، مش عارف اقول ايه. الشيف بدر هسيبه يتكلم ويقول هتعمل لنا ايه النهارده يا شيف بدر. ربنا يكرمك يا شيف رائد على الكلام الجميل ده. حبيبي ان شاء الله هنبدا نعمل مندي، لحمه مندي. شفتوا بقى، يعني احنا داخلين جامد قوي، يعني ساعه شهيه داخله جامد قوي. الحلقه دي هنعمل مندي، وهنعمل ايه ثاني؟ وهنعمل فراخ بالبطاطس، صينيه فراخ بالبطاطس بالليمون. تمام. وهنعمل ان شاء الله بروست وستريبس. بروست وستريبس ومندي، يعني حاجات كتير. طب نبدا يلا بقى كده بسرعه عشان وقتنا. بقول لكل الساده المشاهدين اشتغل اشتغل، انا هتكلم وهنبدا ايه ندردش مع بعض ان شاء الله. هنبدا بالمندي. الساده المشاهدين اتصلوا بينا عشان الحلقه النهارده دسمه، واللي غاوي اكل وغاوي مطبخ وحابب الاكل يورينا بقى ياكل الاكل من الشيف ايه، من ايد الشيف بدر ان شاء الله. يلا كده شيف هنبدا تعمل ايه وتشرح لنا بسرعه كده هنعمل ايه؟ ان شاء الله هنبدا من المندي. ان شاء الله حطينا الاناء بتاعنا، نحط بالمندي الماده الدهنيه بتاعتنا. المندي ده بقى عايزك تشرح بقى وانت شغال كده ايه عباره عن ايه. ممكن تفتح له الازازه يا شيف. هو المندي طبعا بيتعمل باللحمه وبيتعمل فراخ، بس احنا النهارده ان شاء الله نعمله باللحمه بطريقه سهله ومميزه. تمام. وان شاء الله يعني هتعجب كل الساده المشاهدين باذن الله تعالى، وحاجه سهله وهيقدروا يعملوها في اي مكان، بالبهارات برضو سهله موجوده في اي بيت. المندي بقى ده انا هاكل ان شاء الله. يعني انا نادرا لما باكل يا شيف بدر على فكره، من يعني من الاكل اللي انا بعمله. ان شاء الله المندي هيعجب حضرتك جدا باذن الله. من كتر وقفنا في المطبخ خلاص الواحد دي كوبايه الشاي بتقفل معاه. انت نورت يا شيف بدر، ربنا يكرمك. المندي بقى معاك عباره عن ايه وانت شغال كده؟ اشرح للساده المشاهدين. المندي عباره عن معايا بصله كده متوسطه مقطعها قطع صغيره، وانزلها في الزيت. النار شغاله معاك تمام يا شيف؟ تمام زي الفل. تمام بقلبها بس تاخد لون واحده واحده كده وانت شغال، واشرح لنا ايه. تمام. المندي المندي بقى له نوع لحمه معين بتعمله بيه يا شيف؟ هو الافضل ان هو يتعمل باللحم الضاني الخرفان. لحم الضاني خرفان بيبقى طبعا تحفه يعني، بس طبعا يعني عشان اللحمه البارد متوفره في اي مكان فبرضه الموضوع يبقى سهل ان شاء الله. تمام. يعني ممكن نعمله باللحم البقري، مفيش مشكله يعني. عادي تمام جدا. تمام. المندي بقى اكله يمنيه ولا اكله سعوديه ولا ايه، ولا اكلتها ولا هي اكله خليجيه على العموم؟ هي خليجيه على العموم. طبعا. تمام. يعني في اليمن بتتعمل، في العراق بتتعمل، في الكويت بتتعمل. هي اكله مميزه طبعا. كل دوله وكل شيف من دوله له تيستو يعني في البهارات بتاعته. انت نورت يا شيف، ربنا يكرمك. انت كده عملت ايه؟ انا كده قطعت طماطمايه برده متوسطه ونزلتها مع البصل. يا جماعه كل الناس اللي سالت على الاكل المندي والمطبخ الخليجي، احنا معانا النهارده الشيف بدر بيقدم المطبخ الخليجي. تمام. المطبخ الخليجي معانا هو بقى عشاق الاكل وعشاق الطبخ كده، نشوف هيعمل ايه. الماده الدهنيه حطيت عباره عن زيت يا شيف. زيت. تمام. وبعد كده ممكن تنقل على العين الثانيه لو العين دي مش سريعه. ايوه العين السريعه، ايوه كده عشان ننجز ونلحق ناكل ايه المندي. وقول لي بقى تكات وحركات ازاي بيستوي، عشان المندي كده الناس بتقول لك ده بيخش تحت الارض والكلام ايه والكلام اللي احنا بنسمعه ده، وبتحطه مدفون وكده يعني. لا مش لازم مدفون. عايزين بقى نعمله في المطبخ زي المدفون. تمام. هو طبعا احنا معانا الفلفل الابيض. تمام. ننزل شويه على اللحمه. تمام. طريقه إيه سهله احنا جدا. حطينا هنا ايه؟ حطينا بصله وطماطم معاها. بصل وطماطم، حطيت توم ولا حاجه؟ لا لا. طيب تمام. وهنا اللحمه بقى بتتبلها. بتتبلها واحدة واحدة. وانت بتتبل ازاي؟ تمام. انا دلوقتي حطيت فلفل ابيض، وده ملح وفلفل ابيض. فلفل ابيض، ولو موجود زعفران اصفر او زعفران اصفر. اصفر هو ده اللي بيديها اللون المموه ده. يعني تمام زي الفل. تمام زي الفل. يبقى كده فلفل ابيض. طب وممكن فلفل اسمر لو مفيش فلفل ابيض؟ يعني ممكن بس هو الفلفل الابيض طبعا هو اصلها يعني التست بتاعها. تمام يعني زي الفل. ملح وفلفل ابيض. تمام تمام. معانا هنا. طيب استاذنك يا شيف بدر من بدايه الحلقه كده ناخد اتصال. تمام اتفضل. استاذ خالد اهلا وسهلا بحضرتك.
تمام شغال انت عشان الوقت. اهلا وسهلا يا فندم. منورين الدنيا كلها والله. حبيبي يا استاذ خالد انت اللي منور. لا وال يعني بدايه مبشره بالخير وحاجه حلوه جدا وبدايه اكله حلوه يعني. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يكرمك يا استاذ خالد. استاذ خالد دلوقتي انا سعيد جدا باتصالكم والشيف بدر منور والله معاك. عند حضرتك ايه سؤال للشيف بدر؟ اكل مندي النهارده يعني وجبه دسمه النهارده. اي انا بحب بصراحه الحاجات الدسمه فهو كده على السريع. الحاجات اللي تروم جيت على الجرح كده. لا كده تمام. الله يبارك فيك. الله يكرمك. ان شاء الله سعداء بيكم على طول يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. تسلم. شيف بدر بيعمل المندي. المعلقه. اخبار المندي. تمام. شكرا لاتصال حضرتك. نزلت بالحبهان تمام بعد ما نزلت بالبصل ونزلت بالطماطم نزلت بقرفه عداء عود اللي هي العيدان. تمام. نزلت بالحبهان والقرنفل وهديها شويه فلفل اسود. فلفل اسود واحده واحده. اشرح وعيد من الاول انت بتعمل ايه. شويه فلفل اسود تمام. هننزل معاها بقرن فلفل اخضر. تمام. بيديها برضو تيست كويس جدا. يا سلام عليك يا شيف. يعني الله على الريحه. الله يكرمك. ان شاء الله. انا هاكل وانا على الهوا عشان الحق عشان انا مش بلحق على فكره. نورتني يا شيف. ربنا يكرمك. ننزل بس شويه ملح. تمام. استاذ رجب اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم نتكلم الشيف بدر بعتذر عليك. هو الشيف بدر محدش هيكلمه؟ اتفضل استاذ رجب. الو يا شيف. ايوه انا معاك. اتفضل استاذ رجب. منور الشرق يا شيف. ربنا تعالى يبارك تعالى حضرتك. خد تعالى اقول لك تعالى. اتفضل معانا. ايه الجمال ده؟ ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ رجب. انت منين الاول؟ من الفيوم يا فندم. من الفيوم. مين يشهد للعروسه؟ شيف بدر معانا من الفيوم. ايوه يا فندم البرنامج منور والقناه كلها منوره يا فندم. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ رجب. ربنا يبارك فيك. عند حضرتك ايه سؤال يا استاذ رجب؟ ايوه بس الاكل قدام حضرتك فاتح للشهيه مش البرنامج ده. الاكل اللي فاتح للشهيه والشيف فاتح للشهيه. حلو طلع حلو منك. ساعه شهيه والاكل فاتح للشهيه. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. نتمنى نشوف الشيف بدر على طول مع حضرتك على طول يا فندم. حبيبي ربنا يبارك فيك. شرفتنا يا استاذ رجب والله. عند حضرتك اي سؤال؟ ربنا يبارك فيك يا فندم. ربنا يبارك فيك يا فندم. شيف بدر استاذنك نروح لفاصل وبعدين نرجع معاك نواصل. ايه رايك؟ اتفضل يا فندم. فاصل وبعدين نرجع معاكم نواصل. انتظرونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل نواصل مع الشيف بدر والمندي ونشوف الشيف بدر وصل لايه. عملت ايه بعد ما نزلت بالبصل والطماطم وحطيت القرفه بتاعتي والقرنفل والحبهان حطيت قرن فلفل اخضر ونزلت بالرز قلبته شويه تمام وهنزل بالميه هغطي الرز بتاعي. الله عليك يا شيف. الله عليك يا شيف. يا جمال المندي. بياخد كركم بقى بياخد لون ولا انت قلت زعفران؟ زعفران على اللحمه. زعفران ده بيغير اللون. تمام. طيب ماشي. تمام. في تركيه بقى مهمه يا شيف انا عايزك تقول الو انت وتقابل الاتصال ده ايه رايك؟ الو السلام عليكم. الو الو يا فندم اتفضلي. الو يا فندم اتفضلي اتشرف باسم حضرتك. الشيف معاك اتفضلي. ازيك يا خالد؟ انا اذنت له ان هو ياخد الاتصال. الو معلش عاود الاتصال مره ثانيه تقريبا تبعك حد تبعك تقريبا. ماشي بنت اختي. بنت اخته بتقول لك يا خال. صح كده. طيب ماشي عاود الاتصال مره ثانيه. سبحان الله كان قلبي حاسس اقول له خدوا الاتصال انت يا شيف بدر ربنا يطلع. يبارك حبيبك والله. يلا خير عاود الاتصال بينا ثاني. تمام. انت عملت بتعمل ايه حضرتك؟ ده ورق سلوفان. ايوه الالومنيوم ده موجود في اي مكان طبعا وسعره رخيص جدا. تمام. طب استاذنك نروح لام محمد. تمام. ام محمد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عايز اقول لك والله انت نعم اكلكوا لقيتك. اتفضلي يا فندم. اتفضل انا معاك. انا ايوه يا ريت نبعد عن التلفزيون شويه بس عشان افهم انت بتقول ايه. بقول والله انت اكلكوا لقيتك الوقت.
ولا ولا يتاكل ولا يشرب. طب حضرتك بتتفرجي وتتصل علينا ليه؟ انا بحييك لجرأتك بجد والله، بس ما تيجي تجربي اكلنا وتاكلي معانا؟ طب ناخد اتصال ونرجع نكمل تاني. استاذه اسراء اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، منور الدنيا كلها، ربنا يبارك في حضرتك. خاله معاك اهو. ازيك يا خاله، عامل ايه؟ اسراء حبيبتي ازيك؟ وحشتني جدا على فكره، ومنور والله. يا ربنا يكرمك. ايه رايك في الحلقه؟ جميله جدا وبجد منور. ربنا يكرمك ان شاء الله. تستفادوا بالطريقه اللي بتاع المندي اللي بنعملها ديت، وبكل الوجبات ان شاء الله معانا. اكيد بقى انت، اكيد انت بقى واكله من ايد خاله اكل. قولي لنا بقى اخباره ايه؟ خاله يعني بجد يعني ممتاز جدا، واكله كله انا بحبه. اكيد هتحبي خاله، حد ما يحبش خاله. ربنا يبارك في حضرتك وشكرا لاتصالك، واحنا سعداء جدا بمشاركتك معانا في البرنامج. شوف رائد، احنا حاطين ورق الالمونيا. انا مش عارف اتصالاتك كتير يا شيخ، معلش بقى اخد ندى. تمام استاذه ندى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي معاك. ممكن اكلم شيف بدر؟ الشيف بدر مع حضرتك على طول. استاذه ندى ازيك؟ ازيك يا شيف، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. بهني حضرتك على البرنامج الجميل ده. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يبارك في حضرتك. الاكل جميل جدا، وعايزه ارد على الست اللي لسه بتقول الاكل اللي يتاكل ولا يتشرب ده، بقول لها انت ما تعرفيش اي حاجه في الاكل اصلا بجد. احنا وصلنا لحد هنا والله. ربنا يكرمك. ربنا يبارك. وانا برد عليها بقول لها اتبعي الحلقه دي واعملي. خدي من ده كتير يا استاذه ندى، خدي من ده كتير. بجد والله برنامج هايل والاكل جميل جدا، يعني بجد الف مبروك والله يا زياده على البرنامج، واتمنى لحضرتك يعني والله ربنا يبارك في حضرتك. والله احنا بناخد من ده كتير، يعني ايه؟ ان لم تجد لك حاقد فاعلم انك على خطأ، واذا ما جاوبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت. يعني خليها الله يهديها ويصلح حالها. تمام، خلينا في المندي بتاعنا. تمام. انا لفيت. انت عملت ايه؟ انا بعد ما حطيت الرز تمام، وحطيت الميه بتاعتي، غطيت الحله بتاعتي بورق سلفان وخرمتها كده تمام، وحطيت فيها فوق منها اللحمه، وحطيت فوق منها ورق زبده، وغطيتها بورق سلوفان تاني، وهنحطها في الفرن على درجة 250 لمدة ساعتين. هيدخل الفرن على درجة حرارة 250 درجة حرارة عالية. أوه. هو ده بقى الفرن اللي احنا بنقول عليه، الكاتمة اللي احنا بنقول عليها. أوه. عشان ياخد حرارة من كل الاتجاهات. من كل الاتجاهات. تمام، تسلم ايدك يا شيخ. الفرن عندنا شغال اهو، نشوفه كده. الله، تسلم ايدك يا شيخ. الله، زي الفل. تسلم ايدك يا شيخ، ربنا يبارك فيك. خش على اللي بعده، خش على بعضه عشان وقتنا. ان شاء الله هنبدا نعمل صينيه البطاطس بالفراخ. تمام، صينيه بطاطس في الفراخ هتخش معانا برضو الفرن. بسم الله ما شاء الله عليك يا شيف، ربنا يكرمك. ممكن بقى نشيل ده ولا انت محتاج ده؟ نرحل بقى كده الدنيا كده ايه شويه. اهو يلا كده اشتغل لنا في الفراخ. وحضرتك وانت شغال لازم تشرح لسال المشاهدين. تمام، حضرتك الفراخ، انا الفرخه ممكن اقطعها 8 قطع وانت شغال. او يعني عايزين ايه بقى نشرح واحنا شغالين؟ 8 قطع زي ما انا بقطعها كده. تمام تمام. او ان انا اجيب 8 دبابيس برضو كويس، بفتحها كده يعني اي قطعه من الفراخ شغال. بس هو الافضل ان انا اقطعها يعني قطع صغيره عشان تستوي معايا كويس، وكمان عشان التتبيله تتشرب في تاخد النكهه بتاعتها. فانا بجيب الفرخه كده شيف شغال القطع كده، انا بفتحها كده فتحات. تمام، عايز تفضل الميه. انت محتاج الميه دي يا شيف؟ لا خلاص. تمام زي الفل. يلا يا شيف. تمام، يعني شغال يا شيفنا، واشرح لنا انت بتعمل ايه. تمام حضرتك، انا بس بقطع الفراخ كده، بديها كده فتحات عشان تتشرب من التتبيله بتاعتي. تمام. أكلة البطاطس دي مهمة جدا، وأكلة مصرية أصيلة. صينية الفراخ مرغوبة جدا بالبطاطس دي، أكلة مكيد. مصرية أصيلة. تمام. ولكن تختلف، كل واحد بيعملها بطريقته بنكهته. تمام. يلا بقى كده اشرح لنا انت بتحط لها بهارات ايه، وبتتبلها ازاي، والدنيا دي معاك. تمام حضرتك، انا بحط لها معلقة قرفة، ومعلقه بهارات السبعه. طب اروح الاتصال وارجع لك تاني. ماشي، اتفضل. ام روان من اسكندريه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. اهلا، احنا بنشكرك بنات الصحه وجميل من البرنامج الجميل ده، هو والشيفات الجميله. ربنا يبارك في حضرتك، تسلمي.
أمورين عند حضرتك أي استفسار؟ والله العظيم والله لا أكلكم عجبني، وأنتوا والله الشيف بدر وحضرتك وشيف الزغنون الحلو ده ما شاء الله عليه. الشيف الزغنون زي العسل أهو. والله أنت أكلكم جميل وحاجتكم جميلة كلها وناس محترمين وكمان حلوة، كفاية إن أنتوا بتنزلوا وبتعملوا حلقة أكل كده على الهواء وبتبقوا معرضين نفسكم للخطر وكفاية كده بتطلعونا وبتجيبوا لنا كده أكلات حلوة وبرنامج حلو وناس محترمة. شكرا ده من ذوق حضرتك ربنا يبارك فيك. وبعدين اللي بيتكلم ده يعني كلام كده ما يتحطش في الدماغ خالص. والله طبعا دول اعداء زي بالظبط اعداء العلم واعداء الحاجات الوحشه كلها. ربنا يصلح حالها لا تعليق. والله بنشكر حضرتك جدا على الكلام الجميل ده، ربنا يبارك فيك. كلام حضرتك بيشجعنا طبعا ان انا نكمل يعني. تسلم تسلم. استاذه دينا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا. الو الو. انا مش عايزك تقف، الاتصالات مش هتخلص واحنا مش هنلحق نعمل اكل. استاذه دينا انا مع حضرتك، اتفضلي. ممكن اكلم الشيف لو سمحت؟ الشيف بدر مع حضرتك. اهلا وسهلا اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اعرف طريقه الكيك الاسفنجيه. عينينا حاضر، نقول لك الكيك الاسفنجيه حاضر. تمام شكرا لاتصال حضرتك. يلا كده تمام حضرتك. دي انا بعمل التتبيله، بنزل نقول ايه معلقه عباره عن ايه؟ عباره عن معلقه بهارات السبعه. تمام السبع بهارات. السبع بهارات اه تمام. ومعلقه بهارات فراخ. تمام بهار فراخ تمام. ونص معلقه كده كبيره جنزبيل. جنزبيل تمام. ومعانا توم بودره. توم باودر. توم باودر تمام. معلقه توم باودر وجنزبيل وسبع بهارات بالظبط. تمام تمام. نص معلقه قرفه. قرفه مهم القرفه يا جماعه طبعاً. خاصه لمرضى السكر، يعني كل الاطباء بتنصح بان اللي عنده سكر يشرب يوميا كوب من القرفه. تمام بتعدل نسبه السكر في الجسم. ونص معلقه كبيره برضو بابريكا. بابريكا تمام. نص معلقه شطه. الشطه بقى لو عايزينها سبايسي. لو عايزينها سبايسي طبعاً. حار او عادي تمام. تسلم ايدك يا شيفنا ربنا يكرمك وربنا يبارك ملح. في وصفتك الوصفه دي خطيره بين عليها كمان كده شغال بتأني ومركز على ايه كمان حضرتك بعد طبعا تحفه يعني. ربنا يبارك في حضرتك. معانا كمان الميزه في صينيه الفراخ ديت انها بالليمون يعني بالليمون دي بتدي نكهه طبعا وتست عالي جدا. تمام زيت بالليمون تمام. زي الفل. تسلم ايدك يا شيفنا وانت نور. زيت ربنا يكرمك يا شيف رائد. تمام بتاخد زيت بقى. تاخد نص برضو نص كوب زيت. تمام. طب ممكن تقول لي بقى وانت شغال برضو التتبيله دي تاني عباره عن ايه وانت طيب. شغال بقى تمام حضرتك. دي عباره عن معلقه سبع بهارات. تمام البهارات السبعه. تمام ومعلقه بهارات فراخ. توم باودر بصل باودر. تمام شطه ملح. عندي بابريكا عندي قرفه. تمام كل الحاجات دي بتاخد نص معلقه كبيره. البصل بس البصل ممكن ازود الكميه بتاعته شويه. تمام المضرب. البصل معانا. تمام شايفك بتدور على المضرب صح كده. شوف انا فاهمك ازاي قلبها كويس كده شايف. تسلم ايدك يا شيف ربنا يكرمك. طبعا الريحه اصلا يعني طلعت كده يعني بسم الله ما شاء الله عليك. تمام ده بتحطه على البقى على صينيه البطاطس زي ما هي كده بالظبط وبتدخلها الفرن. الله عليك يا شيف الله عليك يا شيف. ايه الجمال ده ربنا يكرمك. تمام هنا بناخدش بقى طماطم ولا اي حاجه عليها. لا لا ولا اي حاجه هي كده صينيه بطاطس بالفراخ عشان تاخد طعم الليمون بالظبط. انت قصد تدينا فراخ بطعم الليمون. طعم الليمون تمام. والبطاطس كده تاكلها من غير طماطم. تمام ببدا ادخل التتبيله جوه بنقلب بقى التتبيله كلها وبندخلها الفرن صح؟ تمام. تلفها بسيلفر ولا تحط لها ميه ولا اي حاجه؟ تتلف بسيلفر واول 10 هي بتاخد ساعه في الفرن درجه حراره 200 درجه حراره 200 تمام. واول 10 دقائق بحطها في الفرن من تحت. تمام بعد كده بحطها في نص الفرن. تمام طيب ندخلها بقى الفرن كده عشان وقتنا ونبدا في اللي بعده. تمام تمام يلا شفنا كده عشان وقتنا. سيلفر زي الفل. بنقول لكل الساده المشاهدين
حبايبنا اللي بيشاهدونا، كل الصفات اللي تعرفني واللي ما تعرفنيش برضه، أنا سعيد دايما بوجودي معاك، وسعيد دايما بكل الصفات اللي بتشرفني وتيجي تعمل معايا حلقة. وأنا بقول أي حد عايز يظهر معايا في برنامج ساعة شهية على العين وعلى الراس يتواصل معايا عبر الصفحة بتاعتي، صفحة الشيف رائد ابن النيل، تمام، أو يتصل على رقمي، الرقم موجود على الصفحة بتاعتي، تمام، ويعني الكل يعرف الرقم بتاعي وكل يعرف الصفحة بتاعتي، يتواصل معايا ونحدد حلقة ويطلع معانا إن شاء الله في قناة الصحة والجمال في برنامج ساعة شهية. أستاذة كريمة أهلا وسهلا بحضرتك، هتعملين إيه يا شيف كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيف؟ الشيف بدر مع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي معاك يا اتفضلي سامع. ألو. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. ممكن توطي التلفزيون شوية بعد إذنك؟ نعمل إيه؟ الحمد لله. التلفزيون بس وطي شوية. الدنيا كلها والله العظيم. ربنا يبارك في حضرتك. والله منور كل حاجة في مصر والتلفزيون وكل حاجة. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يبارك في حضرتك. وعملت الوصفة بتاعتك بصراحة كانت فوق الرائع. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، إن شاء الله تجربيها بإذن الله تعجبك إن شاء الله. تم. عند حضرتك أي سؤال؟ والله انا لا عايز اقول له ان كل حاجه بيعملها فعلا بتبقى جميله ما شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك، تسلمي، متشكرين جدا لاتصالك. نجار بعد كده. نجار اهلا وسهلا بحضرتك. الو مع حضرتك، اتفضلي. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله رب العالمين. انا بحب حضرتك جدا. ربنا يحبك يا رب ويحبنا جميعا. منين يا نجار؟ الو سامعاني؟ الو ايوه انت سامعاني؟ ايوه. عند حضرتك اي سؤال؟ لا مش عندي اي سؤال. ربنا يبارك في حضرتك، متشكر لاتصالك، تسلمي، ربنا يبارك فيك، شكرا لاتصال حضرتك. حضرتك انا كده بعمل ستريبس. انت تمام؟ حضرتك شغال في ايه؟ في الاستريبس. ستريبس اه. طيب تمام. انا مش عارف اخد وقتي معاك يا شيف، اتصالاتك كتيره، ربنا يكرمك، معجبينك كتير الحمد لله. رب محبينك كتير. ربنا يبارك فيك يا شيف. مين معانا؟ صفا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضراتكم انا عاوز اكبر بخاطركم واقول لكم شعر عن جبر الخواطر. اتفضلي. ربنا يبارك في حضرتك. خواطر خير يسعد المولى الكبير، سر النجاة من النار واجره عند الباري، باق وليس بفاني، وقالوا عنه كلام حقيقه وليس خيال، يذهب الالم من نفس، يرحم العبد من الذنب، ففاعله كريم وله الفضل العظيم، وربه يؤتيه الشهادة والضمان في الجنة مع الأبرار، والتمسك به شرف، يفرح الإنسان وينجيه من كل ما يؤذيه، فتعاونوا على فعله، ودع الإله يزدكم حب الخير للناس، سمعوا الكون كله أن الإيمان أساس، خلقوا الرحمة والإحساس، يا عباد الله وحدوا الإله وصلوا على شفيع الأمة، صاحب الخلق الرفيع، تنالوا راحة البال وتنعموا بإذن الهادي، يا أمة التوحيد ادعوا الإله القريب، واعلموا أنه رقيب، عطاؤه ليس بعدد بل بالفضل والمدد. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك في حضرتك. ما شاء الله، ربنا يتم عليك يا رب، متشكرين لذوق حضرتك ومتشكرين لمشاركتك الجميلة ديت، وأنا سعيد جدا بحضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب. تمام، شفنا، نشرح بسرعة عشان وقتنا جري. تمام حضرتك، تقريبا معنا خمس دقايق مش أكتر. تمام الاستريبس بقى كده، وبعد كده ايه ان شاء الله انت حضرتك مجهز لنا طبعا ايه قبل الحلقة اللي انت عملته، اهم شيء نشرح الوصفات. تمام حضرتك، الاستريبس انا بجيب الصدور البنيه كاملة. صدور البنيه كاملة ماشي. وبقطعها اللي هي قطعة كده، ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة. تمام وببدأ بقى بعمل التتبيلة بتاعتي، فلفل، ملح، شطة، توم وبصل بودر، معلقه بيكنج بودر برضو او نص معلقه كبيره. تمام البودر بقى له هنا شغل كده، بيقرمشه او ينفشه او حاجه زي كده، بس دي له قرمشه كده. تمام زي الفل كده يا شيف. ده بقى بيتقلي. ده بيتقلي خلطه كده بتحط فيها، ولا هو انت بتقلي كده في الدقيق ولا تحط فيه ميه ولا حاجه ولا كده؟ تمام ليه خلطه بتحط فيها. تمام زي الفل.
طيب يعني ممكن تشرح لي الخلطه كده؟ طبعا طبعا يا جماعه الشيف وانت كنت هتعمل لنا بروست صح؟ كنت هعمل بروست. بروست طب ممكن نشرح البروست عباره عن ايه؟ تمام حضرتك البروست طبعا انا ممكن وانت بتشرح اطلع اللي انت مجهزه تشرح عليه. تمام تمام احنا يا جماعه هو الشيف ما شاء الله عليه عامل نسخه من كل نوع قبل الهواء. تمام اهو كده هنبدا بقى كده ايه بالبروست. تمام ابدا اشرح لي البروست عباره عن ايه وبتجيبه وبتعمل فيه ايه. حضرتك برضو البروست هي بتبقى فرخه بقطعها 8 قطع. تمام او لحد لو عايزين تجيبوا دبابيس ممكن تجيبوا 8 دبابيس برضو. تمام الخلطه بتاعتي بجيب كوبايتين دقيق. تمام او كوب دقيق. يا ريت يا جماعه والشيف بيشرح كده تجيب لنا البروست على الشاشه عشان يقدر يشرح عليه. تمام نوضح كده ونقرب البروست على الشاشه عشان الشيف يضحك. تمام انا معايا كده الدقيق اهوت. على فكره مش على الشاشه خالص ده بعيد. هو على فكره طيب يعني يا ريت نقرب بس عليه كده. تمام ماشي اتفضل اشرح. هي الخلطه مع الدقيق يعتبر نفس الستريبس. تمام دي له سن جنزبيل. حاضر يا حبيبي. تمام معايا توم باودر. حاضر معايا بصل باودر. تمام تمام ده كده خلطه ايه ده الستريبس. الستريبس تمام هو على فكره اللي هو ده اللي هو ده معانا اللي هو ده تمام تمام وبديله نص معلقه كركم ونص معلقه كاري عشان يديله اللون الذهبي. تمام تمام الكركم عامل اساسي هنا في الـ في, في الستريبس صح. تمام وطبعا لو عايزينه حار او عايزينه ممكن كمان نحط لو الستريبس ممكن نحط معلقه كاتشب او معلقتين كاتشب او هيت سوس طبعا لو عايزينه سبايسي زياده. تمام مع نص معلقه ملح سنة كمون. تمام ابدا اخلطهم كده نص معلقه نص كوب ميه مع الخلطه دي مع الدقيق. تمام زي تمام بقلبهم كويس. تمام احنا معانا وقت قد ايه يا جماعه؟ خلاص كده. طيب خلاص ماشي احنا كده ايه خلاص هو الشيف مجهز كل حاجه. تمام ده الاستريبس يا جماعه انت هتعمله في الخلطه وتقليه. تمام زي الفل. المندي حضرتك مجهزه اهو. المندي طبعا تمام زي الفل يا جماعه اهو. تمام عايزك بقى خلاص هنا نسيبنا بقى من الشغل ده بقى. تمام. شويه نبدا بقى ايه اشرح لي شرح سريع جدا جدا على المندي. تمام حضرتك المندي انا بجهز الاناء بتاعي بحط فيه الماده الدهنيه الزيت. تمام بنزل بالبصل بعدين تاخد لون بس كده بنزل بالطماطم. تمام بديها قرن فلفل اخضر بديها عود قرفة حبهان قرنفل وبديله تقليبة كده بنزل بالرز اديله تقليبة بعدين انزل بالمية بغطي الرز بتاعي بالمية وبجيب ورق سلوفان او الامونيا بغطي بيها الحلة بتاعتي وببدأ اخرمها. تمام وبحط اللحمة بتاعتي طبعا اللحمة انا جبتها حطيت شطة حطيت ملح وفلفل ابيض ولو موجود صفارة زعفران برضه يبقى كويس جدا هيديني طعم ونكهه كويسه. تمام بعد ما حطيت اللحمه على الالومنيوم من فوق بجيب ورقه زبده بحطها وبعدين بحط الالومنيوم على فوق عشان بكتمها كويس جدا وبعدين ادخلها في الفرن بتاخد ساعتين في الفرن على درجه حراره 250 ده بالنسبه للمندي. وطبعا حضرتك شايف الاستريبس يلا كده الاستريبس زي ما شرحت لحضراتكم. تمام انا بقلب الخلطه بتاعتي دي كويس جدا. اشرح انا عايزك اشرح. طيب. مش عايزك تشتغل هو جاهز معانا عايزين بس نشرحه عشان الوقت بتاعنا خلاص كده احنا بنخلي. تمام تمام انا بديها ميه لحد ما اوصل الخليط عامل زي خليط البان كيك. تمام, تمام. وبجيب بقى الخلطه اللي هي الخارجيه او اللي هي الغلاف او بجيب برده كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا ونفس البهارات اللي انا حطيتها بحطها برده بس بكميه صغيره. تمام وببدا ان انا احط الحاجه الستريبس بتاعي في هنا ميه الستريبس بتاعي الستريبس بتاعي في الخلطه ديت وابدا ان هو لو في فرصه او في وقت ان انا اسيبه شويه في التتبيله ساعتين ثلاثه اربعه بيبقى كويس جدا. تمام بيبدا ان هو يتشرب التتبيله بتاعتي كويس. بعد ما اطلعه من التتبيله بحطه في الدقيق اللي هي الخلطه اللي حضرتك قلت لك عليها الخلطه الخارجيه. تمام بحطه في الدقيق بقلبه وبرجع تاني في الخلطه. تمام ممكن احطه في الزيت على طول اهم حاجه الحله تبقى صغيره والزيت
زيت كتير، لان هو بيحب البروست بيحب الزيت ان هو يغطيه. تمام. الستريبس انا ممكن اعمله في الطاسه ديت، مش لازم زيت كتير او حاجه. تمام، تسلم ايدك يا شيفنا، انت نورتني. ربنا يكرمك يا شيف، بصراحه انت نورتني وانا سعيد جدا بيك. ربنا يبارك فيك، وان شاء الله يعني ايه توعدنا ان انت تيجي تكمل معانا المطبخ القوي ده. ربنا يبارك في حياتك. تمام. ان شاء الله اكيد. طيب شيفنا الصغير انت نورتني، احمد صح، شيف احمد نورتني. ان شاء الله كده لما تبقى شيف كده تعلم من شيف بدر ان شاء الله تيجي تطلع معانا حلقه هنا وتكمل ايه المسيره بعد الشيف بدر. ربنا يبارك فيكم، وانا سعيد جدا وشاكر جدا لتشريفكم ليا في برنامج ساعه شويه. تمام. ودي صينيه البطاطس بالفراخ يا جماعه، طلعت برضو هيت معانا. وكده الشيف قدم لنا ستريبس وقدم لنا صينيه. تمام. الشيف كده قدم لنا صينيه بطاطس بالفراخ، وقدم لنا المندي، وقدم لنا الاستريبس، وقدم لنا البروست. وان شاء الله ان شاء الله شيف بدر معانا في حلقات جايه كتير في برنامج ساعه شهيه، وانتظرونا دائما في اكلات شهيه وبرنامج ساعه شهيه. وانا سعيد جدا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.